في خبر آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء أمس عن تعذر رؤية هلال شهر شوال، ما يجعل اليوم السبت متمما لشهر رمضان الكريم. وأوضحت اللجنة في ندوة صحفية لها عقب اجتماعها بدار الإمام بالمحمدية بأنه سيكون غدا الأحد 24 مايو أول أيام شهر شوال لسنة 1441، أي أول أيام عيد الفطر المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاستجابة لقول الحق تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وعملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. ونظرا لعدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شوال 1441 يوم الجمعة 29 من رمضان 1441 الموافق 22 مايو 2020 في أي نقطة من أرض القطر الجزائري المفدى، فإن اللجنة الوطنية لرصد الأهلة المجتمعة بمقر دار الإمام المحمدية مساء يوم الجمعة 29 من شهر رمضان 1441 الموافق 22 من شهر مايو 2020 تعلن عن إتمام عدة شهر رمضان 30 يوما، وأن يوم عيد الفطر أول شوال 1441 سيكون بإذن الله يوم الأحد 24 مايو 2020.